ومعنا عبر سكايب من اسطنبول السيد صالح فاضل، المحلل السياسي السوري. مرحبا بك استاذ صالح. اذا الامين العام للامم المتحده يدعو الى احاله ملف سوريا الى المحكمه الجنائيه الدوليه ومحاسبه المسؤولين عن الجرائم منذ شهر اذار في عام 2011، ولكن ما قيمه هذه الدعوه وسط ما يحدث الان في الغوطه خصوصا وفي كل سوريا عموما؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عودتنا الأمم المتحدة وأيضا رئيسة الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول العظمى على سلسلة من الأكاذيب. هؤلاء يكذبون عندما تنهار القيم الإنسانية في سوريا وفي كل مكان من أنحاء العالم، ونحن الآن بصدد سوريا، حيث قتل النساء والأطفال والشيوخ، حيث تهدم المساكن وتخريب البنية التحتية، بل قتل الإنسانية قتلت في سوريا. هؤلاء لأجل امتصاص غضبة دولية أو رأي عام وغير ذلك، أو تثبيط همم الآن وتلفت أنظار المقاتلين إلى الأمم المتحدة، يصدرون مثل هذه البيانات. عودتنا الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الدول العظمى على سلسلة من الأكاذيب. الصدق الوحيد الذي صدقوه معنا أنهم يسعون بل ويتواطؤون مع الأسد وإيران وروسيا في حق سوريا أرضا وشعبا، ولكن هيهات أن ينجحوا في مهمتهم، رغم أن المصاب كبير والجرح أليم، ولكن لا بد للشعب السوري أن يثأر لقاتل. مع حديث جيش الإسلام جعل دوما ضمن المناطق التي ترعاها روسيا في المرحلة الانتقالية، هل يمكن أن تقبل روسيا بهذه الصفقة؟ وعلى ماذا ارتكز جيش الإسلام بهذا الطرح؟ حقيقة يعني اليوم عندما وقعت الضحية هي سوريا بأيدي هؤلاء المجرمون الروس والمجرمون الإيرانيون ومجرمي النظام وأذنابه، الآن بعد الوصول إلى ما وصلوا إليه سيختلفون على تقاسم تلك الذبيحة. الروس يعملون بقوة أن يزيحوا النفوذ الإيراني من منطقة حول دمشق، فهو صراع مصالح لا أكثر ولا أقل. الكل متآمرون على الشعب السوري. إذا كان هناك أمل بموافقة روسيا، ماذا عن موقف النظام؟ ما الذي يضمن موافقته بعد أن أضحت معظم مناطق الغوطة تحت سيطرته؟ حقيقة أستاذ، لا يوجد عندنا نظام في سوريا، انتهى النظام نهائيا. اليوم الذي يحكم البلد هو روسيا وإيران والميليشيات حزب اللات والحشد الشعبي وغيره. اليوم بشار الأسد هو منتهي، هو ورقة فقط ليستخدموها أمام المحافل الدولية على أنه هذا رئيس، والحقيقة هو ليس رئيس ولا يملك حتى السيطرة على منطقة أبو رمان أو شارع المهاجرين في دمشق. بشار الأسد هو منتهي دوليا ومنتهي شعبيا، لكن هو جسر لأجل إصباغ نوع من الشرعية من رئيس لا شرعي على المصالح الروسية والإيرانية والأمريكية في المنطقة. بعد 7 سنين عجاف، هناك من يقول إن الثورة انتهت الآن بسيطرة قوات النظام ومن يحالفها على الغوطة. يعني ماذا تملك المعارضة السورية الآن؟ الأصل في ثورتنا هي ثورة غير مسلحة، والتسليح فرض علينا فرضا. الثورة ستعود الآن إلى جانبين، جانب سلمي وجانب عسكري، وهناك الكثير من الثوار السوريون يدعون إلى عملية مراجعة للثورة السورية العسكرية، وربما ستنطلق في قابل الأيام عمليات عسكرية خاصة وذات طابع خاص. الثورة مستمرة ولن يطفئها لا قنابل الروس ولا إجرام الأسد ولا طائفية إيران ولا إجرام ذنب الكلب ذاك النظام القذر. لا يمكن أن تنتهي هذه الثورة إلا بتحقيق الحرية وتحقيق الأهداف التي خرج إليها الشعب السوري قائلا سوريا ستكون إن شاء الله منارة حب وسلام في العالم. ماذا عن مصير إدلب وسط هذا التهجير في الغوطة الشرقية وتحول إدلب موئلا لكل المعارضة السورية؟ يعني ما السيناريو المتوقع لهذه المدينة؟ حقيقة أنا أتوقع أن يعني ستكون هناك بعض الأعمال العسكرية في منطقة إدلب، ربما هيئة تحرير
الشام تحل نفسها أو تنتهي بطريقة عسكرية أو مدنية، وهذه المنطقة ستكون آمنة وممتدة من منطقة درع الفرات إلى منطقة البحر المتوسط، بحيث تقطع آمال الإرهابيين إرهابي البيكاكا من إقامة أي دولة في هذه المنطقة السورية، وينتهي دور البيكاكا. وكما أسلفنا سابقا هم بأرجل أمريكا كما إيران وكما روسيا، فأتصور أن هذه المنطقة ستتحول إلى منطقة نفوذ تركية، ريثما تعيد سوريا أوضاعها وتعاد وحدة سوريا مرة ثانية إن شاء الله على أسس طيبة. وإخوتنا الأتراك لا نعتبرهم محتلون، وإنما هم مساعدون لجيشنا السوري الحر ومساعدون لثورتنا، ونحن معهم وهم معنا، وإن شاء الله سيرفرف علم سوريا في كل أنحاء سوريا. ويشكر الإخوة الأتراك على كل أعمالهم العسكرية والإنسانية التي قاموا بها في سوريا في طيلة سنوات الثورة. شكرا جزيلا لك عبر أسكاب من اسطنبول سيد صالح فاضل المحلل السياسي السوري.